السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، حياكم الله من جديد. اليوم حبيت أراويكم موقع من مواقعنا الجديدة. فكبداية خذينا علوم المكان واكتشفنا أن العروق أكثر شيء تضرب يعني بالتوازي قدامكم. وشو سوينا نحن؟ جينا بالحفار مثل ما تشوفون، كسرنا بالعرض على أساس أي عرق يصادفنا نشوفه. والحمد لله الحمد لله الحمد لله شفنا العرق هذا اللي موجود، براويكم إياه على أساس تعرفون. العرق بادي من هالصوب كامل نزول لين الأرض، وفي عرق ثاني كشفناه من بعد خلنا نقول مترين ونص، موجود هناك لو تشوفونه. هذا العرق الثاني، هذا عرق لونه أبيض، والعرق الثاني هذا لونه أحمر، مرة أحمر ناضي. فالحمد لله العرقين هذيلة في النهاية شو يتلاقون، فيوم يتلاقون هني التفجير ما شاء الله. وهذا للعلم هني شو بنسوي، بنسلح المكان طبعا، بنشل جزء من الأرض اللي هالصوب على اليمين وعلى اليسار، وعقب بنحط التسليح نفس التسليح اللي تشوفونه هناك، بنصفهم بعدين بنطربلهم بعدين بندفن وخلاص. مستمرين في النزول هذا إلى ما شاء الله. وهذا للعلم حبيت أراويكم من الأشياء الجديدة. وبعد من دلائل العروق يا جماعة الخير، بتحصل أحجار يعني في خط ضارب تيها، كل أحجار صغيرة بس الأحجار هاي فيها ذهب، والبعض يكون ما فيه ذهب يعني في شيء بسيط مثل الأحجار اللي تشوفونه هاي، أحجار روحها يعني غير العرق. العرق خلاص واحد اثنين يتلاقون وين؟ تحت، وعقب يضخمون يستوون جبل كبير. وهذا للعلم حبايبي، وبنوافيكم إن شاء الله. لا تنسونا بالاشتراك والدعم والنشر لتعم الفايدة، ولا تحاتون، بنبشركم كل شيء جديد سري بنعطيكم إياه على المكشوف مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حبايبي. تتذكرون اليوم كنا يوم كنا في البث ما شاء الله تبارك الرحمن بالحفار، يوم خبرتكم الصوت كان قاسي شوية هناك، لله الحمد حصلناه بعروق الذهب اللي موجودة في نفس المكان. هي بامبا لو باتاب أوسي هذه العروق ما شاء الله تبارك الرحمن، عروق ناضية وطيبة في نفس المكان وفيها ذهب، يعني العروق ما شاء الله فيها ذهب ولله الحمد، والزنك والبيريت خفيف في نفس المكان ولله الحمد. شوفوا هذه أحجار المرو اللي يكون فيها الذهب والزنك، هني يسمونه البيرنج بلغتهم هني سواحلية يسمونه هذا عرق البيرنج. وهذا للعلم ما شاء الله تبارك الرحمن، وبنبشركم إن شاء الله يوم بنحفر وبنسلح المكان، بنبشركم إن شاء الله بالعروق اللي طلعت من نفس المكان ولين ما يطلع الذهب منه إن شاء الله. حياكم الله. خلصنا من الحفرة هذه وبنعطيكم علومها إن شاء الله، وحاليا بننتقل للحفرة الثانية والثالثة طبعا والرابعة قيد الإنشاء. طبعا هاي الحفرة الثالثة ما شاء الله تشوفوا وين وصلنا. الصبح اليوم كان ما في شيء من الخط هذا، بس الحمد لله نزلوا جماعتنا الحفارين وما قصروا، يبتلم الحفار شوي ساعدهم على أساس إنه ننظف المكان. والأرض هاي على حظنا أرض صلبة، الصلابة مثل ما تشوفون بدت صلابة من فوق، فما بنتعب. أهم شيء نجيب نعطي الدرل ونزرع قنابل الفي 6 ونباشر إن شاء الله في النزول، وبنوافيكم إن شاء الله. وعندكم هاي الحفرة الثانية طبعا أنا بيجي مكونه موجة سيهم باهر
حفرة ثانية طبعا مثل ما تشوفون وصلنا بعيد. البارحة تقريبا فتحنا بث وياكم وشفتوا ما شاء الله في التيك توك البث اللي فتحناه في الليل، شفتوا ما شاء الله وين كان الحين وين وصل، ولله الحمد. البارحة كنا وياكم 6 أمتار ولا 7 أمتار تقريبا، والحين واصلين قريب 10 ما شاء الله. وشفت الليل ان شاء الله يوم بنترككم ان شاء الله، ان احيانا الله باكر بنشوف فوق 15 ان شاء الله ولا 16، وهذا للعلم. وان شاء الله ترقبوا الجديد، بنوافيكم ان شاء الله بكل شيء جديد. دعواتكم حبايبنا، رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، حياكم الله. مثل ما تشوفون نكمل وياكم المشوار هذا على اساس نراويكم ياسين نكسر عروق الذهب في نفس المكان ما شاء الله تبارك الرحمن. هذو الريال يعابل بعروق الذهب اللي في ايده، لاحظوا اللون ما شاء الله ناضي من نفس المكان. فالحين يعبون ما شاء الله كله اللي يغرفه عرق ذهب ترى، ولله الحمد ما شاء الله تبارك الرحمن. مثل ما تشوفون حبايبي هذا هو العرق، هذا يوم نكسره اللون داخل مرة لون وما اظن في ذهب، تلاحظون هذا هو شذرة بسيطة من ذهب، فما شاء الله تبارك الرحمن. الجماعة ياسين يطلعون الحين ولله الحمد، كلها الصخور اللي يسحبها واللي يغرفونها هناك. عقب شو بنسوي؟ بنسكر الصندوق تسليح من تحت وندفن هالمكان كله مثل ما تشوفون، ندفنه عقب نفتح مكان ثاني ونسوي نفس العملية. هذا للعلم حبايبي. ما شاء الله مثل ما تشوفون الجماعة مستانسين، الحمد لله رمضان مبارك. الأمور طيبة. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا كله بيرجع يندفن، المكان بيكون مستوي طبعا. كأنه ما صار شيء، براويكم مثال إن شاء الله في الحفر الثانية. ولا تنسونا بالاشتراك والدعم والنشر أساس نباشر ياكم كل شيء جديد، كل الأسرار اللي ما يطلع أحد نحن نطلع لك إياها من بعد الله. يعطيكم العافية. فما شاء الله ما شاء الله الأحجار هاي كلها بعد نزول 50 متر ولا 60 الأحجار هاي تستوي سودة أكثر عن هالسواد، سودة مرة. هني يكون قياسه في الطن يقرأ 90 جرام في الطن ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا السواد اللي ندور عليه بس على الحجر كامل لازم يكون ما شاء الله. هذا مركز لكن يوم ننزل تحت نحصل التركيز عالي واحجار طيبة في نفس المكان. ودعواتكم حبايبي ما شاء الله انواع واشكال.
مثل ما تشوفون العروق الجديدة في منجم العاشر الجديد، قبل طبعا قلنا لكم 7 مناجم، الحين تحت الإشراف من 7 منجم، الحمد لله أموره طيبة. 8 منجم الحمد لله أموره طيبة. 9 و10 منجم قيد الإجراء في فحص عروق الذهب، وإذا يقرأ بننتقل على مستوى المنجم 9 و10. ودعواتكم حبايبي، هذا من منجم 10، اليوم دخلنا الحفار وطلعنا كم من كمية بسيطة على أساس نطحن ونشوف الذهب كم يقرأ في نفس المكان. ودعواتكم حبايبنا، والله يعطيكم ويرزقكم ويكرمكم من أوسع أبوابه، ولا تنسونا إن شاء الله بالنكات والدعم. الله يحفظكم، حياكم الله حبايبنا.